كان في رجل نسيت اسمه الان من الصحابة جلس مرة عند الرسول فجلس يبكي يقول بكيت 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 حتى التفت النبي اليه قال ما يبكيك؟ قال تذكرت يا رسول الله يوم كنا في الجاهلية. وش تذكرت؟ قال تذكرت انني تزوجت فحملت امرأتي وذهبت في تجارة. يقول فذهبت وتركت امرأتي حامل. يقول يوم رجعت الله قد انجبت لي بنية بنت كان عمرها 6 سنوات من اجمل ما خلق الله من البنات. يقول فنظرت اليها فقلت لامها زينيها. يقول فعلمت الام انني اريد قتلها. كان من عاداتهم قبل يأيدون البنت يجملونها ثم يذبحونها. قالت الام فزينتها وجملتها. يقول الراوي هو نفسه يروي للنبي وكانت امها تزينها وتجملها وعيناها تدمع. قال فاخذتها وقالت لي يا فلان لا تضيع الامانة. يقول فلم التفت اليها فاخذتها. يقول فذهبت ابحث عن بئر لا يعرفه الا الرعاة ما يعرفها الا ناس قلة. يقول فلما جئت عند تلك البئر رفعت اليها فنظرت للبنت وهي تمسك بلحيتي وتبكي تقول يا ابتي لا تضيع الامانة. يقول فنظرت لها ورحمتها يعني حسيت برحمة تجاهها لكنني تذكرت العار. شوفوا الجاهلية يا جماعة. يقول فاخذت بها فالقيتها فتمسكت في طرف البئر. يقول فاخذت اضربها بحجر على اطراف اصابعها حتى سقطت. يقول فالتفت الى رسول الله واذا بلحيته قد اخضلت من دموعه فقال والله لو اني امرت ان اقيم حدا على احد فعل فعلا في الجاهلية لاقمته عليك. وحمى الله الامة بل حمى الله الامة كلها والمرأة بهذا النبي بهذه الرسالة بهذه الرحمة.